ومنهم سليل زيد جابر، وفضله في العلم أمر شاهر، وهو سراج الدين بحر العلم، قد أثنى عليه البحر علما ورشاد. وقال من أهل العراق أعجب، كيف لا نحتاج وعنه ذهب. كان يحج جابر كل سنة، وعامل البصرة عاما سجنا، حتى رأوا هلال شهر الحج، فقال لا بد لنا من حج، وإنما سجنه من أجل ما إليه يحتاج الورى لتعلما. فسار حينما رأى الهلال حتى أتى الإحرام والإهلال، فأدرك الناس وهم في عرفة، والكل قد لازم منهم موقفا. تجلجلت ناقته هناك، وشارفت من سيرها الهلاك، والله قد سلمها بفضله، وجابر لا غاية لفضله.